بالنسبة للتعرض بصير في هذا البلد من قلة الشغل، هذا أول شغلة. ثاني شغلة عندك حكومة، لو الواحد سرق أو بده يأكل أو بده يعيش بترحموش، بزيد له عقابه، وفرونا شغل، بصيرش ولا السرقات ولا بصير الانتحار. هنا لقيت أنا في حالي ما عيش شكل أصرف، يعني لو صح الله أسرق لقيت أول حير عادي، أمر طبيعي. كلها صارت يعني دنيا بالمرة خربت بالله. انتحار حرام شرعاً، يعني ما الواحد ممكن يتداين، ما فيش حد بداينك. بدك تسرق، الواحد يضطر انه يسرق عشان يطعم اولاده واهله، ولو انحبس فيش حد بدور عليه، بصير الكل يقول لك ينحبس بسرق وبيعمل. طب ما ايش بده يعمل الشايب يعني. في شباب هذا خلص بيبقى حياته مثلا مترجم على الحبوب، بقول لك خلص بروح منهم المفعول هذا، بيعرفوش ايش بدهم يعملوا، بيبقى يخبط بحاله، بخبط حاله سكينة، بخبط حاله بسيارة، بخبط حاله بفزبة، بخبط له حاجة، يعني عشان ايش يحسش بالتعب اللي هو فيه. احنا بيجينا حالات بالطبع يعني متعاطين الترامادول والشلتات وكلها، لكن اغلب اللي بيأتوا ينكرون انهم بتعاطوا مادة الترامادول او مادة ده. لكن اذا يعني من حبسه بمعرفة الأطباء أو إن الشاب أو المريض هذا يتعاطى المادة الترامادول، يتم تحويله إلى مستشفى الطب النفسي للتعامل معهم. أنه الإنسان لا حول له ولا قوة، فلا يملك مقومات حياة على الأقل تكون جيدة، لا يملك سبل عيش متاحة فيها عزة فيها كرامة. إحنا أصبحنا نعاني من ذل جماعي، والشباب هم أكثر فئة اللي مفروض تبني المجتمع. يعني يمكن يقع العبء على عاتق المجتمع، على عاتق الدولة، على عاتق يعني المسؤولين الوزراء، اللي هم طبعا الفراغ هو قاتل، الفراغ هو ممكن يخلي العالم تنتحر وتنهي حياتها. مفروض تكون في مؤسسات تستوعب، مصانع، شركات تستوعب هدول الشباب. لكن أنا بقول للشباب من هذا المنبر، بوجههم إذا كان المحيط عندك كله سيء، يجب أن تجعل لك موطئ قدم. الدنيا كلها خربانة، انت بدك تضل تندب، اجعل لك موطئ قدم، روح اتطوع. يعني التطوع على الاقل ممكن يوفر لك مواصلات، ممكن تشتغل في محل، ممكن تشتغل، والايام تداول.